خفنا بالطبع، كتسمع حرب روسيا تدخل كذا راه خفنا. بسبب المشاكل اللي صارت خلال فترة الحرب طلعوا كتير إشاعات وطلعوا كتير أخبار عن إنه لازم نترك البلد، لازم نروح بسرعة، وإنه راح يدخلوا الروسيين. وصراحة كتير إحنا كطلاب كتير توترنا. أغلب رفقاتي حجزوا تذاكر يعني راحوا سافروا، رغم إنه كانت تذاكر صراحة كتير غالية، يعني وصلت 1200 دولار، 1800 دولار. عندنا هلا كتير مشاكل، رأينا مشاكل مع الوزارة المغربية، لأنه الوزارة قالتنا إنه ممكن لازم تروحوا، أعلن إنه لازم نروح، بس المشكل اللي لقيناه إنه الجامعة بتقول إذا راح أي واحد يحسب نفسه مطرود. السفارة ما وضحت أي شيء، نفس المشكلة بتعاد لما بنتصل عليها بيقولوا نفس الشيء نفس الحكي. هلا والله مخربتين، ما بعرف وش لازم نروح، بنخاف إنه عندي السنة الثالثة هون إذا رحت راح أصير مطرود. في جامعات بطلبوا مني دفع مصاري لأنهم عملوا لهم أونلاين، بس حنا لازم هلا حضوري نتكلم مع الجامعة، بس ما عملوا معنا أي حل. نفس المشكلة.